لي اسرار عمل كريمه الكاستر. كريمه الكاستر دي مع كنافه ما بتقولش لا، مع بسبوسه ما بتقولش لا، نعملها طبقات مع مهلبيه كده والاولاد بيحبوها ما بتقولش لا. المقادير على الشاشه ازاي نعمل فطيره الجلاش بالكاستر او بكريمه الكاستر. ممكن تستبدلها بقشطه مفيش مشكله. كاستر ومعانا عجينه جلاش وسمنه بلدي وحليب وسكر وفانيليا وفول سوداني وبس وشكرا. دي المقادير، وشويه الفانيليا حطيناهم على الكاستر عشان ياخدوا الطعم. ممكن نحط كمان شويه فانيليا على شويه الحليب اللي انا محضرهم هنا علشان نحطهم على وش الفطيره. حلو الكلام؟ تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. نوسع الدنيا كده. حلو قوي. الصينيه دي نحطها وناخد عجينه الجلاش بتاعتنا الحلوه دي كده. ملاحظين ان انا حاطط عجينه الجلاش في الورقه بتاعتها عشان ما تنشفش. خلي بالك لما تيجي تستخدميها. حلو. بعمل ايه يا عم الشيف؟ وعندنا الفول السوداني، وبجيب سكينه نظيفه ما عدتش لا على بصل ولا على ثوم قبل كده. مش قبل كده يعني خالص لكده، لا يعني استخدمتيها النهارده مثلا او استخدمتيها وغسلتيها. وناخد العجينه دي زي ما هي كده نلفها لفه حلوه ونقطعها ايه بالشكل ده كده. حلو. دي رولز كده زي ما هي، مش هناخدها ورقات. ومعانا السمنه البلدي سايحه في الطاسه هنجيبها دلوقتي ونقطع نص العجينه تقريبا بالشكل ده كده. هي لفه من السوبر ماركت يعني، بناخد نصها بالشكل ده كده. والسمنه البلدي معانا نحطها كده في ارضيه العجينه، في ارضيه الصينيه نسيحها كده علشان يعوم الجلاش في السمنه. وكل ما استخدمت سمنه نوعيه كويسه كل ما كان الجلاش ده لطيف وجميل. اه ركزي في المعلومه دي. هعمل ايه بقى هنا؟ معانا سكر. يا دلعك ويا جمالك. اه شفتي بقى التركايه ليه وجود السكر هنا يا شيف؟ هيكرمل لي العجينه لما تخش الفرن، هيكرمل لي الوش ده لما يخش الفرن. اه يعني معلقه سكر تقريبا. اه انا بداري او بفرش الارضيه بتاعه الصينيه بعجينه الجلاش عشان هجيب كريمه الكاستر دلوقتي وارصها على فين؟ على وش العجينه دي كده. بس مش عايز انا سماكه. حلو اهو. وحاططها على عين البوتاجاز نار هاديه كده علشان ايه؟ تاخد البصمه، لان انا حاطط معلقه سكر ففي هنا كرمله بتحصل، في حدوته بتحصل هنا، سمنه مع سكر ففي كرمله في طعم هنا. اه خلي بالكم. زي ما انا شغال كده. اه حاجه جديده يعني. طبعا انت لو عندك البوتاجاز بتاعك شعله بالزي ده كده تاتش، خلي هد النار كانك بتعملي فنجان قهوه لجوزك. ما تعليش النار على الاخر تلاقيها شاطت قدامك تقول الشيف المغازي قال وقال وقال واتهامات بقى. حلو الكلام. اه نار هاديه خالص كده. حلو. والفها كده بالراحه كاني بعمل صينيه كنافه بالجبنه. اه حلو قوي. رشه قرفه حلوه. ده سكر؟ ده سكر. عايز قرفه؟ فين القرفة؟ مش هنا؟ مش هنا. طيب تمام. هناخد كريمة الكاستر دي كده نشيلها من النار على ما اعمل حاجة هنا كده. قشطة. كريمة كاستر عملتيها، الطبيعي انك بعد ما بتعمليها بتجيبي مضرب وبتخفيها كويس عشان تبقى ناعمة معاكي. وعايزة بقى تحطي فول سوداني، تحطي مكسرات، اختياري. ودايما تغطيها برابل او ببلاستيك يعني علشان ما تعملش طبقه. معانا فول سوداني بنحطه هنا كده. شفت الفول السوداني ده يا شفيق مجروش ازاي؟ متحمص ازاي؟ يعني لو احنا مش على الهوا كان زمان اكلت نصه دلوقتي. واقلب كده الكريمه دي كده. كاستر فول سوداني مجروش، ما تحطوش سليم عشان ما يكسرش اسنان حماتك. وتلاقي يا حماتي والله ما خدت بقى. وخلي بالك من القشر لو حتى فزده، وخلي بالك الحاجات دي كلها مهمه جدا. خلي بالك تكون عامله الاكل وزي الفل وماشيه الدنيا حلاوه معاك
فجاه تطلع لك قشره حبايه فستق حلبي تبوظ لك كل السفره وتبوظ المود. مقصوده ولا مش مقصوده؟ حلنا بقى لما نظبط الايه الموضوع. حلو. شويه رز بيتكلم مصر، صينيه البسقعه بتاعتي الجميله هحطها على شبكه الفرن تاخد وش اهو. يلا اللهم صل على النبي ونكمل موضوع عجينه الجلاش. هتقولي مش محمر قوي ليه؟ انت عايز احمر يعني محمر اكتر شويه، سيبيه في الفرن شويه مفيش مشكله، ولكن الرز مستوى. اصلا الرز يعني تقريبا انا لما انا حطه في حليب فتره طويله الرز يعني شبه ان هو مستوي قبل ما هدخله على الحليب، فمش هياخد وقت كبير مني في النار. العجينه اقطعها كده، اخد نص دي كده شويه. افكار هتقولي لي طب ما حطيتش العجينه سليمه ليه يا شيف؟ تجديد، ما هي السمنه البلدي مع الكريمه هتخلي لك دي ايه صينيه متماسكه عامله اهو. حاضر زي الفل. ونحط ده كده هنا اهو، دي معانا كده اهي زي الفل. اشيل دي من هنا. حاضر. فريق عمل كبير يجتهد ويعمل في صمت، انا اقل واحد في الفريق ده علشان الصوره الحلوه حضراتكم تشوفوها وانتوا بتستمتعوا كده قاعدين جايبين القناه الاولى. خلوا بالكم الموضوع مش سهل، شيب بيجيب شويه ماتيريال ويشتغل لا 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 الموضوع كبير. والله العظيم انت بتقولي في، اقسم لك بالله انت بنت حلال، انا في غايه السعاده والبهجه لما حد بيشكرني يقول لي يا شيف مغازي احنا بنتابع وبنشوف وحببتنا في المطبخ وان احنا بنتابع القناه الاولى. دي هي ديت الفاتوره دي يعني الحاجه اللي بتبسطني ودي المكافاه بتاعتي للامانه والله العظيم. ما احنا في خبره وفي سنين طويله وفي عشره من زمان، فحضراتكم عارفين الشيف المغازي واللي في القلب على اللسان. معانا سمنه بلدي بقى، العجينه كده بالتساوي، هندخل دي الفرن بالشكل كده بصمه اهيت اهو، وادوس عليها بالراحه واشربها سمنه بلدي اهو، وادخلها الفرن تتحمر. طبعا انا هنا مديها بصمه في البدايه خالص مع سكر وسمنه. ناخد شويه السمنه دول كده ينزل كده على الوش اهو. كل ما كانت السمنه حلوه كل ما كانت الفطيره دي طعمها حلو. في انواع من السمنه كده بتدي بهجه للحلويات، سواء صينيه بسبوسه سواء صينيه كنافه سواء صينيه جلاش وهكذا. طبعا دي الوقت بتاعنا قد ايه معانا؟ دي عايزه لها يعني في الفرن مش اقل من 20 دقيقه للامانه، يعني 10 دقائق منهم في ارضيه الفرن و10 دقائق على الشبكه بتاعه الفرن عشان نتكلم المصداقيه. 10 دقائق في ارضيه الفرن و10 دقائق على الشبكه بتاعه الفرن عشان تاخد وش من فوق بعد تشريبه السمنه البلد دي كده. طب تطلع من الفرن تعمل ايه يا عم الشيف؟ تطلع من الفرن تشرب شربات من ايدك الحلوه، كوبايتين سكر كوبايه ميه نص ليمونه احلى شربات. حلو الكلام. احنا بس عرفنا الفكره اعتقد هي وصلت كده. الدور هنا عليكي. هندخلها الفرن ال10 دقايق الاولانيين زي الفل تمام في ارضيه الفرن. معاها هنا صينية المسقعة. نبص عليها، بص عليها بصة حلوة، هو ده اهي. تاخد لون.